يدفع زكاته وصدقاته في هذه الأيام. بينما كان عائداً لبيته اشترى ما يحتاج بيته من الخضار والفواكه، ولما ازدحمت الأشياء في يديه دعا صاحب البقالة أجيره الشاب ليساعد الجار في حمل أغراضه إلى بيته، فاندفع الشاب ملبياً. في الطريق سأل صاحب الأغراض الشاب العامل: هل أنت متزوج؟ قال: نعم. ما عدد أبنائك؟ أين تسكن؟ فأخبره، وعلم أن عنده توأمين مريضين وأنهما بحاجة إلى حليب أطفال خاص، ثمن العلبة الواحدة 50,000 ليرة سورية. فما كان من الرجل لما وصل إلى بيته إلا أن دعا الشاب للانتظار وخرج إليه 100,000 صدقة لله تعالى، يقول إنه يريد أن يهدي هذين الطفلين علبتي حليب. وتعفف الأب وأصر الرجل فكان ذلك. 2. يعطي جرة الغاز الزائدة عنده لمن يحتاجها. اتصل به أهله خلال الأسبوع إلى مكتبه ليعلموه بانتهاء جرة الغاز وحاجتهم لغيرها، فوعدهم خيراً وهو لا يدري كيف سيفعل ذلك. بينما كان يحدثهم سمعه صديق كان في زيارته، فلما أنهى المكالمة قال له: كأن بيتكم محتاج للغاز. قال: نعم. قال: في بيتي جرة إضافية، فإن رغبت جلبت لي الفارغة وأعطيتك المملوءة. وهكذا كان، فشكر الله له وأثابه الخير وأعانه كما أعان غيره. 3. الأسبوع الماضي انتهى عقد أجار شاب متزوج حديثا من البيت المفروش المستأجر، فتهيأت له دار أخرى بسعر مناسب لكنها غير مفروشة. حار في أمره كيف سيفرش هذه الدار وسعرها مناسب، فما كان من أهله وأصدقائه ومعلمه في العمل إلا أن اجتمعوا وقدموا له أشياء مختلفة، ففرش البيت خلال أسبوع واحد، واشترى ببعض المال من أسواق المستعمل ما يسد به حاجته ويستر خلته. 4. يؤدي عنه دينه ويتعفف عن ذلك ويتعفف أهله. شكى شاب مجتهد لأحد الفضلاء ديونا عليه ترهقه بلغت 500,000 ليرة سورية، وجدها التاجر فرصة مناسبة لجبر كثير وللمعاونة على شظف العيش، فما كان منه إلا أن أخرج من درجه المبلغ ليدفعه للشاب ليسد عنه دينه. خرج الشاب تختلط دموعه بدعائه، فلما كان الغد عاد الشاب بصحبة والده وأخيه الأكبر إلى الرجل ليشكروه شكرا جزيلا وليعيدوا له المبلغ وليخبروه أنهم متكافلون في العائلة لسداد دين أي منهم ولا يريدون إرهاق أحد بالتزاماتهم.